صرح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأن الوزارة لم تصدر أي تعميم أو تدلي بإفادة لأي من الجهات الرسمية وغير الرسمية بخصوص إجازة اليوم الأول من شهر محرم. وذكر المصدر أن الوزارة غير مسؤول عن أي تعميم تسربه وكالة الأنباء اليمنية سبب، ولا يكون مصدرها الوزارة الشرعية في العاصمة عدن، لافتا بأن وكالة الأنباء سبأ تتحمل المسؤولية عن مثل هذه التسريبات السياسية الغير مسؤولة، علما بأن القانون لا يمت بحال إلى ما تم الإعلان عنه، حيث ينص على أن يوم السبت هو يوم راحة وبالتالي فإنه لا يعوض. وكانت قد نشرت وكالة الأنباء سبأ باسم وزارة الخدمة المدنية الإعلان بأن يوم الأحد القادم الموافق 31 من يوليو إجازة رسمية لكافة موظفي ووحدات الخدمة العامة بمناسبة العام الهجري الجديد.